كثرة سوء الظن بالمؤمنين. بعض الفقهاء ذكروا أن ذلك من المحرمات. أكو بعض الأفراد نفسياتهم نفسيات مريضة، مثل واحد مخلي نظارة سوداء على عينه يشوف كل الأشياء سوداء. أكو بعض الأفراد تعاملهم مع المجتمع هكذا. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم.